الموازنة العراقية. بكل صراحة من الصعب جدا إضافة أي درجات وظيفية، من الصعب جدا تعيين جديد، من الصعب جدا إذا ما تحسنت، إلا إذا تحسنت وضع القطاع الخاص، البعض من الموظفين قد يقتنع بترك الوظيفة الحكومية والذهاب إلى القطاع الخاص وتنشيط القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار، اللي أيضا كان اليوم نقاش طويل حول بعض الفقرات اللي طالبتها هيئة الاستثمار، كان نقاش طويل حولها، هدف أساسي لهذه الحكومة. هذه الحكومة رغم أنه مدتها محدودة، مهمتها محددة بإجراء انتخابات، لكن على الأقل تؤسس للحكومة اللي تليها. لذلك أقول بأنه خلق فرص استثمار بالقطاع الخاص أفضل بكثير من التعيين على الملاك الحكومي، وهذا نهج الحكومة.